في الحقيقة هو في تطور وطفرة كبيرة جدا في التعامل الرقمي مع الدولة. فكرة ان انا اطلع رخصة عربيتي اليومين اللي فاتوا دول من خلال الموقع على الانترنت والرخصة وشهادة المخالفات تجيني لحد عندي، ده تطور فظيع. حضراتكم كنتوا فاكرين قد ايه المعاناة اللي بنعانيها في اي مكان محتاجين فيه اوراق سجل مدني او المرور او ايا ما يكون من الحاجات اللي فيها ورق دي. حقيقي فكرة ان انت تخلص كل حاجاتك من خلال الانترنت من خلال الكمبيوتر ده شيء قد ايه عظيم. فكرة كمان انه لا هيعمل ضغط على الموظف الموجود ونحن يبقى قد ايه كتير قدامه، ولا على صاحب الطلب او اللي ليه خدمه. فخلينا نعرف اكتر عن مدار اليوم مع السيد الرئيس من مهندس روماني رزق الله استشاري التحول الرقمي والحوكمه. مساء الخير يا باشمهندس. مساء حضرتك. برحب بحضرتك معانا، وقول لي شايف اهتمام السيد الرئيس خاصه بفكره الحوكمه والرقمنه وان كل حاجه تنجز، فكره ان انا يبقى عندي 6 قضايا فقط في مقابل زي الوقت ده السنه اللي فاتت كان عندي 2227 قضيه، حتى ما فيش نسبه بين الاثنين يعني. اولا انا بتشرف بوجودي معاكم. احنا بتشرفنا وجود حضرتك حقيقي. طبعا التحول الرقمي ده حاجه ضروريه، وزي ما دايما بنقول هو الانتقال. احنا بنشوف دلوقتي القيادة السياسية متمثلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بينتقل للعاصمة الإدارية الجديدة. الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو مش انتقال مكاني، هو انتقال تكنولوجي يا فندم. فبيصحب ده ان احنا نقدر من خلال ده نوفر وسائل تكنولوجية تقدر تخدم المواطن، وهو ده الهدف. الهدف زي ما دايما بنحب نقول احنا مش بنبني الحجر، لا احنا عايزين نبني البشر. فجزء من ان انا ابني البشر نوفر لهم وسائل تكنولوجيه حديثه. وزي ما شفنا دلوقتي هتكلم على قطاع المحاكم، زي ما حضرتك قلتي في المقدمه بتاعت حضرتك انه العداله المتاخره هو نوع من انواع الظلم. فازاي انا اقدر استخدم الوسائل الجديده والوسائل التكنولوجيه ان انا اقدر بدل ما انا في كنا بنشوف الكاتب اللي بيقعد يكتب ورا في التحقيقات وفي في المحاكم وكذا، انه لا ده الكلام بيبتدي يتسجل يتحول لكلام مكتوب وبعد كده يحفظ حفظ الكتروني. ده قد ايه بيقدر يحافظ على الحقوق، وازاي اقدر اوصل حتى القاضي لما يحب يرجع لده مش محتاج يبقى قدام ورق كتير وكذا وكذا، لا ده مهم جدا انه يبقى هو عنده تول تكنولوجيه بيقدر من خلالها، وده يسرع من عمليه التقاضي. ونفس الكلام بالنسبه ازاي انا اقدر اطلع على مستند، اقدر اقدم طلب وهكذا من خلال منظومة ذكية. وزي ما حضرتك برضو ذكرتي بوابة مصر الرقمية بنقدر من خلالها نطلع مستخرجات حكومية بتلغلنا الزمان والمكان، فده حاجة مهمة جدا جدا جدا. من خلالها أنا بقدر أو المواطن بيقدر يحصل على خدمة كويسة بتوفر له وقت ومجهود كبير جدا، وبالطريقة دي بيبقى عندي لا مركزية في إدارة الدولة، وهو دي الحياة الكريمة. إزاي إحنا يبقى عندنا حياة كريمة بتوصل لأصغر النجوع في الدولة المصرية، هو ده اللي إحنا بنتمناه. لو حابب تقول حاجة للناس اللي لسه ما تعرفش التعامل ده، فكرة أنا لأول مرة الأسبوع اللي فات أتعامل وأجيب رخصتي وأطلع شهادة مخالفات وأنا في البيت، إحساس عظيم. تاني يوم الرخصة شهادة المخالفات كانت عندي، دفعت بالفيزا، تالت يوم بعد كده أو بعدها بيوم وصلتني الرخصة. تقول للناس إيه علشان ما يخافوش من فكرة التعامل الإلكتروني؟ خليني أقول لك تجربتي. أنا كنت قلقانة وأنا بدفع من خلال بص هو الدفع لأ يعني فانا بدفع من خلال الانترنت، كنت قلقانه يعني هل ده حقيقي يا جماعه، هل انا بحلم؟ تاني يوم لقيت شهاده المخالفات عندي، صحيح كانت مخالفات كتيره ربنا يديهم الصحه بس تمام. بص يا فندم، طبعا واحنا كنا في بدايه الموضوع واحنا بنتكلم على التحول الرقمي كانت ناس كتير بتشكك في انه ده يحصل، لانه خلينا نقول انه في جزء مش بسيط من كبار السن وجزء يعني عنده اميه معينه مش هيقدر يستخدم الوسيله دي. طيب فالدوله عملت ايه؟ عملت
مركز لخدمة المواطن عملت ده من خلال البريد المصري، أن أنا أقدر أروح وأقدر البريد، احنا عارفين مكاتب البريد موجودة في كل مكان في مصر، في كل مكان وفي كل نجع زي ما بيقولوا، فأنا أقدر أوصل للبريد المصري وأخلي موظف اللي هناك في وحدة مخصوصة على بوابة مصر الرقمية يقدر يعمل لي الخدمة دي. دي أول حاجة هنقول اللي مش قادر. طيب الكلام ده بقى محتاج حاجة احنا بنسميها الأويرنس، التوعية، ازاي زي ما حضرتك وده اللي احنا بنعمله دلوقتي بالظبط يا فندم، زي ما حضرتك بتذكري ان هو دايما الانسان اول مره يستخدم حاجه بيبقى طبعا في اوبوزيشن، في انا اعترفت لكم على طول اهو ما دام في فيزا ودفع لا يا جماعه وده شيء طبيعي يا فندم، ده شيء طبيعي، بس انا لما اجرب الحاجه والاقيها بتنجز لي وقت زي ما حضرتك بتقولي وكذا، شوفي حضرتك ده وفر لك قد ايه، كنت مبسوطه وفرق. تاني يوم عامل البريد جاي بيكلمني حضرتك موجوده ولا لا، امتى اجي لك اسلمك شهادة المخالفات، كنت فخوره حقيقي بجد. وده بنسميه سبلاي تشين، يعني سبلاي تشين يعني حضرتك بتعملي الخدمه وبعد كده بتدفعي بعد كده الحاجه بتجيلك من خلال برضو البريد المصري او من خلال اي طول نقل وكذا. بقى احنا النهارده نقول للناس استغلوا هذه الفرصه العظيمه جدا، وان انتوا تخلصوا كل حاجتكم اللي موجود على هذه المتاح في الرقمنه وخلصوه واستفيدوا انتوا بوقتكم وفلوسكم، كمان ده بيوفر فلوس، يعني فكره ان انا وفكره ان انت ما تتعاملش مع الموظف والدرج يتفتح والدرج يتقفل بالضبط. حاله كده من الحفاظ على ادميتنا بشكل حقيقي زي ما حضرتك قلت باشمهندس. السيستم انا مش هنشربه شاي ولا لا وميعاد الغدا وميعاد لا حاجات كتيره جدا. بشكرك جدا، شرفتني باشمهندس روماني رزق الله استشاري التحول الرقمي والحوكمه.